رجعنا لحضراتكم من جديد. وطبعا يعني ساعات كده بنشوف او بنسمع عن تصرفات غريبة وغير مبررة في احيان كتير، سواء من اشخاص بالغة او كبيرة في السن. ما بنبقاش فاهمين ايه السبب، لكن ايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ هل الانسان ممكن يمر بمشاكل معينة في حياته تخليه ان هو يبقى الشخصية دي؟ هل سن المراهقة ممكن يكون له التأثير الجامد قوي كده على شخصياتنا كمان حتى لما نكبر؟ عايزين نعرف هل في كتالوج للتعامل مع سن المراهقة، وايه اللي نغفره في سن المراهقة، وايه اللي نقف قدامه؟ هل المراهقة المتأخرة واحدة من النتائج بتاعت المراهقة بتاعت زمان؟ يعني الواحد ممكن يجيله مراهقة متأخرة مثلا لو معاش مراهقته الحقيقية في السن اللي هو ايه 14 15 16 17 18 سنة، ما عشناهاش او كنا تحت قيود معينة او قهر معين، ممكن بقى يعني تيجي تهب في وشنا كده لما نبقى في سن كبير وتبقى تصرفاتنا غير مبررة. كل الأسئلة دي هنجاوب عليها النهاردة، لأن النهاردة منورنا دكتور عمرو يسري الاستشاري النفسي. برحب بحضرتك. أهلا دكتور بحضرتك عمرو. يعني إيه؟ يعني ايه مراهقة متأخرة؟ يعني ايه؟ لا يعني ايه اننا نعمل حاجات مش مبررة ونبص كده نلاقي حد يقول لنا ايه دي مراهقة متأخرة. هل الكلمة دي حقيقة؟ هل المصطلح ده طبي او نفسي حقيقي؟ لا، بس لو اتكلمنا على الطب يعني بنتكلم على الامراض والانحرافات اللي جزء منها شكل من اشكاله اللي بنسميه مراهقه متاخره. ولكن زي ما حضرتك تفضلتي كده، هو الاداء الانشطه اللي بتتسمى مراهقه متاخره بيبقى لها شكلين. الشكل الاول واحد تعب قوي وهو صغير وفضل يشتغل ويجتهد علشان ما عندوش نسميها رفاهية لكجري، يعني اوف انه يشوف صحاب ويحب الست اللي معاه ويسافر يتفسح ويتنطط ويعمل اكتيفيتيز بره المتفق عليه من الناس الحكماء التقال، فبيحاول يعوض لما بيكبر. المشكلة لو وهو بيعوض يبتدي يدوس على الناس التانية اللي حواليه اللي في رقبته في الحياة، او يتصرف تصرفات عرة فيها قلة قيمة لا تناسب سنه. ما هي دي، هي دي اللي عرة. عرة خالص، يعني قلة قيمة ما بتناسبش سنه، تأثر عليه هو شخصيا والمحيطين، لانه ساعتها بيبقى عادة التصرف اللي بيتصرفه بيأثر على اولاده، التصرف اللي بيتصرفه بيأثر على الناس اللي معاه في الشغل، مديرينه ولا اللي تحت ايده، فما بيبقاش شكلها ظريف. مراته نمبر 1 اللي هي بتحصل عليها على طول. بالذات بقى لو كانت كمان شكل المراهقه المتاخره انه يعرف بنات اصغر منه كتير قوي في السن مثلا، قد ولاده مثلا، يعمل معهم انشطه قويه جدا مبالغ فيها، بتتعامل في سن مبكر يعني ما تبقاش في 50 سنه و40 سنه و60 سنه وكده. الشكل الثاني الصحي انه احد النظريات في علم النفس بتقول ان كل واحد فينا طول ما هو عايش جواه طفل، فبنقول انه من الجيد والصحي ان انا طول عمري اعمل انشطه فيها تخرج الطفوله دي شويه. يعني يقول لك يخرج الطفل اللي جواه في نشاط ما لائق وما فيهوش خروج عن المألوف بشكل فج. تلاقي واحد بيلعب مع احفاده لعب بتاع اطفال، تلاقي واحد بيتعلم رياضات او بيلعب رياضه بس. واحد مثلا عنده 50 60 سنه يلعب ويند سيرف، يبتدي يلعب رياضة مش بتاعت واحد فتوى كذا، ولكن لا انا عايز اطلع الطاقة اللي جوايا وعايز افضل حاسس اني شباب الى اخره. يسافر سفريات، يعمل هايكنج، يطلعوا جبل سواء جوه البلد ولا بره البلد. الانشطة اللي فيها اعمال للجزء الطفولي اللي فيه شهوة حب الحياة يفضل يعملها على طول. انا بشوف ان ده شكل طيب. يعني كان عندنا من عشرات السنين في الثقافه بالظبط قلبه شباب، روحه شابه. الثقافه بتاعتنا في مصر مثلا من زمان الستات توصل 40 سنه انا خلاص كبرت وما فيش مش عارف عليا وكذا. انا بقالي فتره منبهر جدا وبتابع قوي الرياضيين اللي فوق ال 70 وال 80 سنه في العالم. سينيورز اللي في العالم كله حاجه جميله يعني بديعه تفرح. في ناس بيبتدوا وهم عندهم 60 و65 سنه وصحتهم ضعيفه العضويه البدنيه، وتلاقيهم في خلال سنتين ثلاثه من الانتظام والانضباط على الاداء الله اكبر، رفيعين وبيمشوا بالساعه والساعتين وبيعوموا وبيركبوا عجل
فعظمهم بيقوى وتركيزهم بيزيد ونسب واحتماليات الإصابة بأمراض الشيخوخة ده اللي حضرتك بتنصح بيه جدا.